يا اخي كل فريق اشجعه يخرج. ليش؟ الله اعلم. والله هي نحاسه ما اعرف، يمكن في عدم رضا الوالدين، الله اعلم يا اخي، والله ما فهمت. كل فريق اشجعه يخرج. المشجع المنحوس مجومبا يضيف ضحيه جديده لقائمته في مونديال قطر. اصبح المشجع العماني محمد الحجري الشهير بمجومبا حديث السوشيال ميديا في كأس العالم باعتباره أخطر شخص في تاريخ المونديال، وذلك بعدما انضم المنتخب الكرواتي لقائمة الضحايا التي طالتها تعويذة النحس الخاصة به. وارتبط اسم العماني جومبا منذ بداية البطولة بهزيمة كل الفرق التي شجعها، واشتهر بحظه السيء وأطلق عليه المشجع النحس الذي إذا شجع أي منتخب فإنه يخسر، وهو ما أكدته الوقائع خلال الأيام الماضية. طيب قل الفرق اللي شجعتها وخرجت. هذه الضحية التاسعة. التاسعة تقريباً. لا حول ولا قوة. إنزين. وظهر مجومبا في مقطع فيديو وهو يرتدي قميص المنتخب الكرواتي من أجل تشجيعه على استاد لوسيل ضد المنتخب الأرجنتيني، وشهدت المباراة سقوط كرواتيا بثلاثية نظيفة أمام رفقاء ليو ميسي، لينضم لوكا مودريتش ورفقائه إلى قائمة ضحايا. فماذا سيلبس مجومبا في مباراة المغرب وفرنسا؟ روح شري قميص فرنسا. ها؟ روح شري لي قميص فرنسا. روح شري قميص فرنسا. كم هذا؟ 50 يورو بالجوع. يلا 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 سير خلاص غير. إن شاء الله. غير غير غير. والله إنك وطن. خلاص. نلبس فرنسا. طبعاً. ضروري. فرنسا. أيوة. ويوم الأحد لما يتأهل إن شاء الله المغرب. الله. الأرجنتين.